العملية التعليمية هي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، لذلك يتم وضعها على أسس مدروسة بإحكام. لكن في سوريا وتحديدا في شمال شرق سوريا تستمر إيران عبر أذرعها بممارسة سياساتها المعهودة في فرض هيمنتها على عملية التعليم واستقطاب الطلبة السوريين عبر العروض والإغراءات، وهذا ما شهدناه مؤخرا مع انطلاق العام الدراسي الحالي في مناطق دير الزور والبوكمال ودمشق وأيضا في ريف دمشق التي أصبحت معقلا للميليشيات والغرباء. هذه المناطق شهدنا فيها تناميا لعملية استقطاب طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية من قبل شخصيات تعمل على رفدهم بمدارس ومعاهد تعليمية جديدة كانت قد أنشأتها حديثاً برعاية مراكز إيران الثقافية المنتشرة هناك وتحت غطاء وزارة التربية التابعة لميليشيا أسد، مستغلة حالة الفقر والوضع الذي آلت إليه مناطقهم بفعل فسادها وعبثها الممنهج في كل قطاعات الحياة. هذه الظاهرة الخطيرة التي يتعاظم خطرها وأثرها على مستقبل الأجيال يوماً بعد آخر يرى البعض بضرورة الوقوف عندها لتشريحها من جديد وإعادة النظر في مسبباتها وتداعياتها على مستقبل عملية التعليم وعلى الطلبة الذين يضطر بعضهم إلى الالتحاق بتلك المدارس المؤدلجة بعد محاربتهم بلقمة العيش وإفقارهم لأدنى مقومات التعليم في مدارس أسد. هذه المدارس التي أخرجها أسد عن الخدمة بنسبة 40% بعد قصفه الممنهج لها، فإلى أي حد أيضاً الحالة هي تكاملية بين ميليشيا أسد وإيران بهدف هدم البنية المجتمعية؟ بطبيعة الحال هناك الكثير من الأسباب التي تضع شريحة كبيرة من الطلبة السوريين أمام مصيدة الهيمنة الإيرانية في مجال التعليم، لكن ماذا عن المستقبل؟ أي مصير لهؤلاء الطلبة بعد انتهاء مرحلتهم الثانوية؟ ما هي الهوية؟ ما هي القيم؟ ما هي المفاهيم التي ستتشكل لديهم بعد إخضاعهم لمناهج تعليمية قادمة من ملالي قم وطهران؟ هذا من جانب، والأهم أيضاً من هي الجهات سواء المحلية أو المنظمات أو غيرها التي من الممكن أن تعمل على مجابهة هذا المد الإيراني الناعم الخبيث لوضع حداً له في مجال التعليم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.